العشلين متابعين في اكل خالف هذاك حمتر مش يديكم بداية يا عطيكم عصبة اسمك انا يا دا مش نوريكم من بعد كيف كان مجدود وجلس على الركيب وكي قحبة المرة الجاية كيف يشدوك انا يا قلت انت خصوصي غراسك نوريك التهديد متاعك انت عنا يا انت على الكذابة تاخذ التونس حتى نوريك هذايا الساعة القائد نتاعهم كان عميل لأمريكا وأمريكا لقاتو فيش تربطتي وقبل هذاك كان هاسين في تشاد هذاك حفتك فهم متبعين يعني مشروع فاشل وشوف هذاك الفاشل هذاك كان مجدود في تونس هذا وكان قاعد على الكيبو وسيبوه المرة الجاية شدوه قصوا له الرسم تاعو هذايا ما تخليهوش يرجع مرة أخرى هالعطاي هاي شوف شنو اللي بيش يستنى فيكم هذا اللي قاعد يستنى فيكم مازال حاول يستنى فيكم يجاو قربوا لتونس قربوا لتونس وشوف باش تفكر انت هذا القائد متاعك كيف شدوه في التشات هاك تشوفوا فاشل هذاك ها مجدود هنا يسير في التشات قعد مديدة غادي 5 سنين ولا حتى امريكا لقاتو فاشل هذا التوانسة هم يستناو فيكم ها شكر كل بزوك هذيك يدخلوا لك في جعبك وانت يا اللي قاعد تعيد هنا قهوة بن نعيم هاك تشوف هنا هاك قاعد على ركايبك هاك شوف المرة الجاي ماكش باش تروح المرة الجاي باش يقصولك كل شيء فيك ما يبقى فيك حتى عرق حي اما لا قرب من حدود تونس اذا تحب